غاديري كي غاديري قولي بيبي بلا بيا كي غاديري فاركم يا صار دوبا حيا إذاعة الراديو صباح النور اللي في جهدك ديري هيا عارف راني مليح باردوان كي داير اخويا الله يحفظك اخويا الحمد لله مرحبا بك مرحبا كومي 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 ذا نيو لوك ذا كومي ياك اش اخبارك حبيبي الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله مرحبا فار واتساب ام جود مرحبا فار الله يبارك فيك السلام عليكم المغاربه صباح النور صباح الخير مومو صباح الخير اذاعتي تغاديو فين كنت صباح في الليل وشنو درت صباح في الليل شباب ثلاثة شفتكم كتفطروا اليوم الصباح مي نتوما اش دايرين بحال الليل ما درنا والو اش درتوا هذا اللي تفكر فان لي تعطل ما درنا والو جينا شدينا الطريق معطلين شويه وصلنا معطلين دونك كنا لوطيل ونعسنا ما كاين واش علاش كنا خصنا نديروا شي لا درتوا واحد الكليسه درتوا واحد الكليسه درتوا واحد ضروري فوالا دايره كاين الاجتماع اللي كيبدا الكليسه تاع لوطيل عرفتوا ابلا جوخ ولكن ماشي في لا شومبر ديما جلسوا شومبر ديما تيجيو ويلي ديما تيجيو يرونو على جوج تيمشيو ينعسو بيغ بوس ديال البيغ بوس فوالا ديال البيغ بوس ديال الاغنيه البيغ بوس اخويا مرحبا اغنيه واعره اغنيه زوينه مسكينه انا والله العظيم الا بقات فيها حشومه عليكم شكون هي هاد السيده هادي حشومه عليكم حشومه عليكم صاحبي كومي خويا اش درت بزاف انت على الشو دابا هو بقى حتى اخر انت ستي انت انت كملتي لك داخل سوق راسي عيطوا لي قالوا لي شوف هاد السيده خاصك حشي مسكينه سيرتي لها اخويا كومي ولكن شكون اللي قال لك حنا كنغنيو على بنت كاع بلاك تويست على من كتغني؟ اجي ما كتعجبش شنو تكون؟ شفتوا الكليب ياك؟ شنو الكليب؟ علاش درتو انا في الطبيعه ودرنا في تريب ومقصرين؟ حيت زعما رضوان تفرق مع واحد البنت ياك؟ وقع لي مع شي مشكل ومشى مع صحابو حيت كامله كتوقع لنا فاش كتكون مع في شي علاقه ممكن هذه ايستوار هذه من لي ايستوار اللي يقدر يتخيلهم شي واحد اخر على قبل الديسك هادي لك هادشي اللي تخيل داك اللي كتب لي بارول ولكن انا تخيلته في طريقه اخرى شنو التخيل ديالك انت انا كنقول الدنيا اللي في جهتك ديري ام غانا وين وي هذا انا تيا داكشي علاش بينت لها في الكليب بان انا ناشط مسوق لها واش الدنيا كيما بغا تجي تجي مرحبا بها ام ريدي ولكن غلا الرب كومي انا عطيتك لا فيزيون ديالي على الاغنيه كي شفتها البارولي كتب على بنت لا مكومي كتب على بنت وي صافي رضوان غن فالك بارولي حيت البارول ديال خو غنوا على بنت ولكن الكونسيبت ديالي كله ماشي على بنت واخا فانوان نسمع شي اغنيه نشوفوا واش التحليل ديال الحياه واخا انا كون قالوا لي الحياه كون غنيت حاجه اخرى هذا ديما معلوم باسكو حيت لا معلوم حيت كومي مغني على كيقول لها غادي نبوسك انا كاع فهمتيني غادي نصيفطك بحال هذا انت ما كتفيقش الصباح حتى تقول بحال الحياه واخا شوفوا التحليل ديالك انت فان قلتي انه كيغنيو على الحياه اللي باغي نقول انه اي واحد يقدر يحط الاغنيه كيما بغا ماشي بالضروري تكون بنت واخا تقدر تكون حاجه اخرى لا صراحه شي واحد فيكم هنايا فهم الحياه لا لا انا ما فهمتش الحياه رضوان تيقول منك 100 وهذه الحياه كاين حياه وحده فوالا صافي بغينا لا شي حياه سميه ديال البنت حياه اش هذا فران اسمعوا اسمعوا الاغنيه شوفوا انا غير وصلوا على انه راه ماشي الحياه اللي كتغنى عليها نوقف صافي شهدك ديك انا عارف راسي مليح عليك انت ما واقفش كاين شي واحد ما واقفش على الحياه انا كاين شي واحد ما واقفش انا والله الا واقف على رجليا انت واقف على حياه اغنيه زوينه اغنيه واعره كليب واعر كليب ناشط كليب ترونكيل سان رو تريب كليب وي انا بغيت نشرح الناس عندي قريت بزاف لي كومونتير وجاوني بزاف ديال لي ميساج انه الكليب الكليب درتو هذا وعلاش وهذا وهذا بنقول لهم راه ماشي كليب شنو قالوا الناس كليب تيقول لك ماشي كليب هي كليب تيقول لك ما عنده حتى علاقه ما عنده حتى علاقه بلي بارول انا باغي نشرح لهم واحد اللعبه راه هذاك ماشي كليب فيديو هذاك سان تريب فيديو راه سافرنا قصرنا وصورنا راسنا ودرنا لكم مونتاج باش نبارطاجيو معكم هذوك لي مومون اللي عشناو اللي عجبو الحال راه عجبو اللي ما عجبوش الحال ما عندنا ما نديرو ليه مشي سافر واو فات ليدي هي ماشي انا الصراحه ملي كنت كنتورني الكليب ما كنتش تندخي راسي زعما راني بلاطو تورناج ولا فريمون حتى تيعيط ليا فان اجا صاحبي راه غنتورنيو نمشي نعوم يعني كنا عايشين بحال
هو عيطنا 5 جوغ ديال الفاكونس فهمتيني البحر سيرف فهمتيني دونك اكزاكتو وانا عاونوني باش نخرج من السيتوياس دونك اللي باغي نقول سي با ان فيديو كليب سي هي ما كاين الا ما كايناش كاع هذا اللي باغي نقول هذه الكلمه سي ان فيديو تريب شي فيديو كليب اختار علاش لا باوي اكزاكتو مي سي بيان مناظر زوينه في صورك شي فين في اكادير صور في ويف جيت زوتنا واحد تغازوت مسوي شي زوين مصور زوين ترونكيل دابا فوت كون بالليل بخير حاولت نشرح للناس اللي ما فهموش سبا كاين شي ناس واخا تشرح لهم ما يفهموش دونك ما كاين مشكل صافي تريب سي بون شونسون المهم استفدنا حنايا ومشطنا وقصرنا المهم ليسونسيال هو نشطنا وحاولنا نبارطاجيو هذوك لي مومون مع لي فان ديالنا ولي فان ديال اللي عزاز عليهم راه عجبوهم الاغنيه زوينه الاغنيه مريقله وراه اغنيتي اغنيتي زوينه رضوان انا عارف راسي مليح عليك انت ما واقفش هادي لا سيتياسيون هادي الحاله الواحد من بعد الفراق من بعد لا روبتور فاش كتفرق مع الواحد فاش كتفرق مع داك الوغ كاين دابا اللي غريب وعجيب هو التعامل ديال البنت مع الفراق والتعامل ديال الولد مع الفراق الولد داكشي ديال الكليب ديالكم شوف فهمتيني القصاره الحيحه البنت البكار روينه غير اللي كيوقعوا لنا السيمانه من بعد ولا فاش صحابك كاملين غادي يمشيو رضوان وغتبقى بوحدك نتايا ديك الساعه عاد غادي حيت دابا رضوان برحيل تجي تشوفوا في الاغاني ديالو راه غنى شويه دابا هو الاغاني ديك نتايا شنو اغاني ديالو غادي مقادين غادي مستفين فهمتي هو في الاول هو في الاول هو في الاول باش بديتي نتايا في الاول غنيتي قلتي ليها هو انا تقدري الصبر معاه انا تقدري الصبر معاه بدات القضيه كتعقد معاها هو اي معلم الشمع فهمتي فوالا صار معاه هذا وصل لفينا فهمتي من بعد قال سيدي وعزة سيدي تعزك احنا مالنا لاصدع الراس كامل كاع دابا قال لها صافي تفارقوا صافي او انا تقدر يصبري معاك عزة يا سيدي تعزك دابا تفارقتوا ويمشي مع حكومي وفان ايه من بعد غيوقع فاش غادي يمشيو الصحابه تبقى بوحدك نتايا تبقى سولو غادي تعيط عليها غادي تعيط عليها باش تقول لها صافي خدت قرار على بعدك حيت هادشي كيبقى نحن الدراري في الفراق ماشي بحال البنات فاش كيتفارقوا التعامل ديالهم كيكون كتجلس الوغ اول حاجه كدير اش كدير كتمشي عند الكوافور هي اللي كتبدل الصباغه شعرها ما عرفتش علاش من بعد كتعيط لصحاباتها كتاكل الشكلاط بزاف من بعد فراق شكلاط 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 شوكولا 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 دراري كي هما كيستعملوا الشوكولا بزاف من بعد الفراق تاكل كاوكاو اي دراري بالعكس دراري كيمشيو الحيحة دراري كيعيطوا لصحابهم كيتجمعوا صافي انا ما عندي ما ندير بيها البيار توحش البيار لا عرفتي علاش انا الدراري تيمشيو يسورفيو الله يستر عليك انت كتمشي تسورفيو سورفيو كنديروا اليوغا ان شاء الله وي بيان سور وي الباتو جيت سكي اشنو داكشي اللي درنا اخر فولي فولي خينا كوميتي تركب فوق العاود الساعه ما بغاليش ما بغاش يخليه سفري هاد غاديان اي اذا كان شي كيوقع الدراري كيحيحوا مزيان واحد 10 ايام جوج سيمانات مزيان كتقصر مزيان كتحيح مزيان مع صحابك زعما راك سيتي غير كيمشيو دوك الصحاب كاملين يخدم السيد سيلين ديون وين اي نيد يو وين اي نيد وين اي نيد يو لا الوعره هي فاش الوعره هي فاش كتسالي ديك الجماعه ودوك الصحاب ودوك الروينه وكل شيء كيمشي وكتبقى بوحدك نتايا وكيوصلك شي ميساج من شي واحد كيقول لك راه فلانه راه مع اخر الله انا انا تيخدم بلال هنايا هذيك الاغنيه شنو لقيتها في الدار مع سميتو عليها لقيتها في الدار وهذيك الساعه كتخدم واش شكون عاش فيكم نتوما اصعب فراق
مي غوبتور صعيبه شنو وقع لكم بسبب الفراق شكون كومي عشان حتى شي فراق صعيب ولف صعيب والفراق مصيبه فراق شنو نقول لك لا تروكيل انا الصراحه معاشر بزاف مع واحد المشى عندي طار دونك قالا قول لي مزيد دونك واخده لي بلاصه بزاف في حياتي واخده لي بلاصه دبش عليك صراحه مش عايشة معي شايفة لي يد نوبي شايفة كل شيء ياك فاش كيقول عايش معك شي مش في الدار انا عندي مش ديالي كتقول ناري شي نهار وتهضر ناري شتو شاف هاد المش هذا انت كتسنى يهضر نهضر معاه المكي 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 كيهضر انت بلاتي كومي انت من الله اعلم انت من النوع ديال الدراري اللي علاقة ديالك يدوموا بزاف يعني علاقه ما اون كوبل بزاف حاتم علاش ضحكتي اخويا لا بصح انا ماشي بصح حاتم واقيلا والله ما نعرف ما تجيب لا في الاول او في دوز دي غولاسيون اللي كانوا فريمون سيريو داك الشيء من بعد بان لي ضيعت الوقت بزاف 3 اون في 5 اون اها 3 سنين 5 سنين من بعد وانا صافي ما خديت قرار صافي وقيت خديت قرار ماشي على بعدك ما ولكن ماشي مكرهه فهمتيني نو غير بنديها في موسيقتي وفي حياتي شويه صافي لا لي غولاسيون كيبرصوا الموسيقى كيبرصوا اكيد لا كارير بيان سور علاش بغيتي تخدم باللي في استوديو خصك تكون معاه مثلا كنت مجوج شنو نقول لك مسافر فينك تعطلتي وما عطيتينيش الوقت انا دونك هادشي كي تقدر تصدق ديك اللعبه كتكون في الاستوديو خدام ولا كتخدم لي باغول ولا كتسجل وخاصك تبدا تدوي معاها ايوا خاص يكون داكشي خاص يكون في الاول داكشي نتفاهموا عليه سينو ما عمرها تصدق تقدر لي زارتيست ما فهمت تفاهم عليه راه تقول دير مع غينيو بو ايكوت شيري وباسيون غينيو اه باوي اون سمي داكور سور لي زوغيغ دي ميساج تي اوبليجي سينو سي لي بروبليم من بعد تي اوبليجي تجلس معها طاب تقول لها شوف يا بنت الناس اللي كنديروا اللي كنديروا اللي كندير متفقه ما متفقاش هادشي اللي عطى الله وني اوبليجي حنا اللي حنا اللي عندنا خدمه شويه مرونه وني اوبليجي باش نتاحوا على الطاب ما كاينش توقيت ما كاينش اوقات صافي كتبرصت القضيه هذه صعيبه انت في السوق خدام انا كنقولها لهم نهار يتزوج فان غنتزوجوا كاملين علاش المهم علاش كوم هذا لونسيوها اليوم لقيتوا لي مرة اي فريمون واش انا اللي حبس عليكم الزواج ما مجوش تبقاو عزاره غير بروسكم لا واش باغي تزوج انت يابا اكيد غنتزوج واحد النهار ماشي اكيد دار لي بحال اشهار ديال شي منتوج ديال شي مسحوق ديال اكيد الزواج استعملوه بلا ما تطيبه كنستعمل انايا اكيد 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 لا زعما ضروري غنتزوج واحد النهار مازال ما ساليتليش الصراحه انت عرفتي وحاتي ما عرف كلشي عارف نورا الارتستيك ما ساهلش وفي المغرب فوا 4 ما ساهلش علاش؟ حيت ما كايناش اندستري وما كاينش لي ستركتور غادي ما كنهضر نظام ما كاينش يا غيان كي ستركتور حنا غاديين دابا غير فري ستايل كلشي كلشي كاع اللي نضرسوا دابا بروفيسيونيل تنقول لي راه غير فري ستايل يعني حتى هاد البنت اللي غادي تزوج بكلشي حاجه راه داخله على واحد المغامره حتى هي بيان سور مغامره اللهم بس نحيدوا الشك ما نتزوجوش دابا تنساليو المغامرات ساليو كاع المغامرات ديك الساعه المغامره غادي تاخذ وقتها خاص بحال بلا بلاتي شوف اجي هذا هو شوف تاخذ الوقت اللي بغات هذا ماشي هذا من ذاك النوع ديال صحابك اللي كيكمل عليك فهمتي اخويا عندك الحق اخويا ما تكذبش عليك حيت هو حتى هو مسلك هذا القضيه فهمتي لا دابا انا ماشي مسلك دابا لا دابا نشرح لك عوض ما يكون عندهم علاقات ديال معقول هما مسلكا هما هاد اللعيبه ديال واه حنا فنانة واش غنقول لك اخويا هنا لا لا ماشي سي با ان ارغيومون والله عندي ماشي سي با ان ارغيومون سي اون رياليتي عايشينها ماشي تجريب باش باغي تجوج انت بيان سور باغي ندير وليدات اوكي المره هذه كيفاش بغيتها الله اعلم لا كيفاش بغيتها شو بغيتها صعيب الحال انا شي مانياك عرفتيني صعيب اوكي مانياك استديا خاص تكون منظمه خاص تكون ديسيبلين تفهم لك تفهم خاصها تفهمك تبغي تكون في الدومين ديال الموسيقى حتى هي مش موفو في اي دومين دومين ارتستيك ما كاين مشكل ضروري واخا تفضل ما تكونش دومين ارتستيك لا ما عنديش زعما ما يمكنش نقول لك نفضل ولا نفضل حسب لا بيرسون كي دايره واخا انت ما مزوجش الدومين انت مزوج لا بيرسون حتى هي تكون واخا سيدي سامخش اوكي ايوا خويا الله اللي كان شي حدا بغا تزوج بفان الصباح انت بيشري لي الصداع غادي نديرو المعقول هاد الصباح مع فان اوكي نديرو معقول 35 معقول الناس ديما ينضحكوا ما بين معقول الله
كتعرف معقول ما تعرفش معقول والله ما عرفت راه معقول 100 ثانية غتكلم 100 ثانية في هذه المعقول في هذه السوني سولك على قبل المعقول قبل المعقول على قبل المعقول بصح 100 ثانية تكلمت سولات سولك على قبل انت كيفاش دايرة وهي تسولك انت كيفاش داير ماشي كنقول المعقول فاش زعما هنا لا لا المعقول في العلاقة الإنسانية ما بين رجل ومرأة هادشي اللي كاين صافي نديرو المعقول واخا نديرو المعقول حشرتي لي الصداع صافي هو باش باش حيت لا فان دار المعقول وفان تزوج كلشي غادي يتزوج بابا نويل أنا واللي في جهدك ديري مومو تيق بيا البنات عزيز عليهم هادشي ابا فهادشي علاش اشرحوا لي هاد القضيه المهم لا بلوبار ديال البنات ما عزيزيش ما تيعجبهمش الحنان كثير بزاف عاوتاني كتقول لك واه صاحبي شويه ترجل الغوت عليه خرج فيها عينك واه شويه واه شوف 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 واه ما نقولش 100% مي لا بلوبار ديال البنات واخا كتبين لك هي ما دارتش شي دراسه باش تعرف شحال لا المهم شوف بار اكسبيريونس شويه ابا هذيك كومي انا 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 ما تيقاش قال لك بار اكسبيريونس يلا اكسبيريونس عنده فيها 25 عام صافا لا انا القضيه انا متفقش مع القضيه ديال زعما حيت كاين بزاف اللي كيقول خاص واحد يكون زعما شويه لا لا ماشي ماتشو ماشي لا لا ما تهضركش على مشيتي انت ماشي المهم ميدل وسط يعني ما تكونش حنين بزاف عاوتاني وما تكونش قاص بزاف مي شويه هكا وهكا تكون باش تقاد لا بالانس فهمتيني حيت لبقيتي وريضه من هنا شكريطه من هنا من هنا لا هو مزيان تخاصم معها باش تعاودوا تصالحوا باش يكون ديما كام باك ضروري يفو لا 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 اخويا تجي فان في الفل في الزفه مزيان المقولاش هي مزيان مزيان تخاصم معها باش تصالحوا من بعد ماشي بالورد وبالشوكولات شي خريجة شي تصافيرة شي غوب واعرة شي طوموبيلة شي حيت انا الاغنية هادي صراحة والله العظيم الا بقات فيها البنت انا اللي بقات فيها زعما انا قلت انا بعدا انا بالنسبة لي ما كنغنوش على بنت شنو اخويا انت انت قلت لك شي اصاحبي مسكينة اش دارت لك اصاحبي تخيلوا معايا دابا هاد البنت اش دارت ما دارت والو ما دارت والو كيفاش ما دارت والو لا دارت اخويا دارت اخويا تخيل معايا اش دارت اخويا انا ما دارت هي والو بعدا عادشي كومي فاش كيوصل هادشي غنديرو اغنيه غنديرو فيها صلايب الصباح مي فاش كومي كيتم جاي كيتم حاضر ديك كتجيني كوكو بحال بحال كتجيني كوكو بحال بحال لا هذيك لا هذيك خاصم عليها لا هذيك اكسبخي درتها حيت البنات كيقولوا انتم الدراري بحال بحال دونك انا قلبتها اوكي شوف كي غاتجي غندير واحد الحاجه في الاخر ديال الشو اليوم قبل ما نفيها الصلايب غندير واحد الحاجه حيت بزاف الاغاني كيتغناو بحال هكذا على قبل البنت ما مزياناش دارت شي حوايج مزيانينش تفرق معاها ندم حيت كان معاها ندم حيت دوز معها الوقت بزاف الاغاني كاين بحال هكذا انا بالنسبه ليا هاد البنت اللي كيتغناو على هاد الاغاني وحده بالنسبه ليا انا راه وحده كلشي كيعرفها شكون هي ما عرفناش حنايا مي كلشي كيغني على بنت وحده اللي دار هاد المشاكل كامله اللي تيكتبوا الكتاب سولهم الكتاب اللي لا غادي نديروا حاجه غادي نديروا حاجه الصباح خاصنا نديروا تحديد الهويه ديال هاد السيده هادي اللي من وضع المشاكل اللي دارت هاد المشاكل كاملين اللي كلشي كلشي سخسخاتو عذباتو ها دوك غادي نديرو تحديد الهويه الصباح صافي غنديروها الصباح قبل من لافيغ قبل لافيغ سون لايف غنديروها الصباح الكليب واعر سيرو شوفو سان غو تخيب مريقلين دوسو نتوما عطله خمس ايام في جيت اكادير ترونكيل وام سوان الله يخليك على بافان شكرا انا خويا صراحه ديتهم من البلايص اللي كنمشي لهم فاش كنبغي نصيد ولا نبغي نتبحر ولا ديتهم معايا بوغ ان تخيب وصورنا اي بخير دي بيل زيماج وي وقعوا بزاف حوايج في التصوير ياك حيت كاين اللي نسى على نوض التصوير كاين اللي صحابي راه عطله ديال بصح وراه هي اصلا عطله ديال بصح ولا تصوير دونك بينو شكون انت شكون كومي انت انا صراحه كنت مديكونيكت انا بغيت كومي كان ناشط فهمتيني انا تندور نمشي للبحر السيرف نزل البلونش نمشي تحت لي فوالا جا صاحبي راه نصورو سوقش ما على بالوش ترونكي خليته من بعد خليته من بعد من بعد ولينا تنصورو في البحر كيعوم كيجري مع الكلب المهم عاش الحياه ديالو ما يمكنش تشوف البحر الكليب كيشهي كيشهي واحد يمشي عطله بزاف يلا كلكم يلا جدا المغرب جميل انا كننصحكم كنقول لكم المغاربه راه عندنا دي بيزاج واعرين في البلاد ديالنا ما باقيش تحلموا تمشيو للسيشيل والمالديف وتركيا وريفر راه كاينين بزاف المناظر زوينين سيروا شوفوهم دايوغ باغادي بلاز راه بلاصه وي 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 مسوان او ثاني فرحان قوي يا خويا فرحان قوي 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 لا مي شوف كاين والله العظيم كاين بلاي سوانين زوينين في المغرب اللي حنا ما خبرناش هما كاينين اما كنمشيوش لهم كنسمعوا لهم ما كنمشيوش لهم انا كنمشي وكنبارطاجي معكم
سي بيان وكيبارطاجي الشمس رئيس فان عزيز عليه بارطاجي الشمس ومراكش يا صاحبي عايش مع الشمس حياتي كامله مرحبا خويا انا هذيك اللي كتقول شكون هي تحديد الهويه ديالها هي الشمس واخا لا غادي ندير تحديد الهويه تخيتي هذه اللي دك تشوها راه مشات لكم واحد الحاجه في الطوناج شنو مشى لهم في الطوناج عرفوا حاولوا تعرفوا الصباح شنو مشى لهم في الطوناج شنو الحاجه اللي مشات اللي غبرات اللي ما بقاتش في الطوناج شنو هي تلفوا لهم الصوارد ديال الطوموبيل لا شي كاميرا ouais ah très قربتي لا كارت ميموار لا لا باتري ديال الكاميرا لاباري فوتو ouais alors قال الكاميرا قال جربت لاباري فوتو سي بي سي با لا ميم شوز واخا شي كابل نو شي حاجه في التصوير شنو هي مشات لهم شاو لهم لي زوبجيكتيف لا لي تريبي لا داكشي اللي صوروه هما لا الشارجور ايوا كيفاش صور كليب لا زعما عاودوا عقلوا عليه رسموه الريزاتور تفكروا داكشي انا مصوب 3 دي مصوب عند بيكسل وي لي شارجور لا ليكليراج الضو داكشي شي حاجه مهمه جدا شي حاجه مشات صافي مشات في خطره مشات الله ما تعتقدش شي حاجه من الماتيريال باش صوروا الناس وي شنو هي رياليزاتور كون غير باقي حي يرزق ولا غير في الرباط عقار اشرف فيخ من الناس انا فكرت في لي زوبجيكتيف واقع على صافي قول لهم قول لهم بقاو فيا ولا لا بقاو الدور 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 جواد وقيتا كاع صراحه بحال شي استاذ يعني التلاميذ فهمتيني مي مسالي فهمتيني انا عارفين الدروس استسلام جوا ما بغيتش مفتي مشى لهم الدرون الدرون مشى مشات الدرون كامل مشات الجو برو اللي كانت لاصقه في هذيك هي المهمه هذيك اللي فيها سميتو كيفاش فوتج كيفاش ملي كان بغى يشدو ابارامون ما شدوهاش مزيان وهي طيح تسلتات من الدرون وطاحت في البحر ومشاو دي بلون واعرين مي بون On a pu récupérer quelques plans. Le pire, c'est quand je suis allé à Chia. En fait, je suis allé à Tahat, et je suis allé à Nazla. Et je suis allé à Blokhar. Et je suis allé à Blokhar. Et je suis allé à Blokhar. تنشوفوا نازلة وتحت فينا مرياجة حتى كان البرد والغرق ونزل لك انت راجل دونك مشات لنا جو برو سي دوماج على لي بلون مي سي با دوماج حنا قلبنا ضحك اش غنديروا نبكيو باقي مشكل يقدر يلقى شي نهار شي واحد ويكمل شي قرش المونتاج ممكن ممكن يجي بعد تقعد يزيد واحد اخرين المهمين شي كليب واحد اخر عاوتاني تلقاو تصوروا به هذيك الساعه فاش غنيتي انت ولي جهدك ديري انا باقي ما غادي نعومش معاك انا كاع ما نخطش عليك هذا من المسائل كيقعوا في لي تورناج انت فان انت تخيلتي هذا تورناج سبيسيال بحال هكذا تخيل تي التورناج هكذا ان بو مود تريب مود بخير مود صحاب ومود نورمال با دو با دو سيناريو بريسي ها نو واي ام تي دي استوار سون كي يا دي استوار واي الو سي 3 بوت مشاو سافروا وصو بحال صوروا راسهم وداروا مونتاج سي انت فيديو بين دراري صحابهم مقصرين وصافي هادشي اللي كاين هذا هو الكونسيبت ديالي وحاولت نبين دي بيزاج زوينين اللي كنمشي ليهم ديما على طول العام جبولي لي بارطاجي هاد تيشوفوهم لي فان ديما في التصاور دونك جبولي لي بارطاجي اون فيديو باش يشوفوا فريمون لي زوندوا كي دايرين باش نعاود نقول لهم بان راه بلادنا فيها دي كوان واعرين مرات زوينين سيروا شوفوهم شتي احسن بلاصه شفتوها نتوما في المغرب فان بون انت عارف جيت كاين بلايص زوينين كاين الشمال تاو فيه بلايص زوينين غير انا عندي واحد لامور عزيز عليا الجنوب حيت تيكون خاوي والناس ديالو ترونكيل ما فيهمش فلا بليبار دو طون تيكون خاوي وسي ان ميكرو كليما دونك العام على طول العام الحال سخون داكشي علاش كنمشي ليه بزاف كومي عندي واحد البلاصه عزيز عليا بزاف اصيله سيدي مغايت واحد البحر سيدي مغايت ما فيهش طريق ما فيهش ما عنديكش كاع ما فيه لا بلايك لا والو تكون فريمون شي واحد ولد البلاصه عارف و الطوموبيل خاصها تكون عندك فريمون طوموبيل عاليه شي شويه باش تقدر تنزل وسينو كتوصل باراديس فريمون البحر كاين واحد السيد سبقنا ليه شحال هذا وبنادم شنو هو؟ سي اون مارك ارميس 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 شاري تما في سيد مغايت وعايش تما ودايرين فيلا وبحار وعايش الحياه مع راسو سي اون بلاج مانيفيك قبل من اصيله طوب رضوان انا خويا ما نكذبش عليك اول مره تمشي لامسوان وي يعني
يعني عجبني هذاك هذاك المود ديالها داك الغروب ديال الشمس و فهمتي كاين واحد كاين واحد بحال لقيت شي لوحه فهمتي مرسومه صافي بليزير يعني معروفه عالميا راه تعرفوا الناس واعره هذيك خويا كاين شي كليب اخر كاين شي تريب اخر شي تونا صاحبي مع الصباح غنديروا اللي في جهدك ديري بارت 2 طيب تستناوني انا تنصالح معاه ونعاود نرجع لا غادي نمشيو نقلبوا عليها في زاكورا وهاد القوات ما هي كتغني عليك دابا انت فهمتيني غتجاوبك عاوتاني على قبل هادشي اللي قلتي واخا بصحتكم بصحابه بصحتكم خاصنا نقولوا عليها بصحتكم الكليب صحه الكليب انا عارف راسي مليح عليك انت ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح اول مره انت رضوان دير ديو اول مره اكزاكتومون انت 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 ما لا درتي انت لا دار درتي مع الشوايه مع مع ديزي ديزي درتي قبل انت اول مره غادير نديو اول مره اكزاكتومون اول مره نديو يعني وفيتشرين يعني مع مع دي جي فان وصافي بليزير اكيد لانه انا من يعني من الاول كنت كان يعني كنطمح انني نخدم مع دي جي فان لانه عنده واحد الفيزيون غير على الموزعين المغاربه كاينين فانا بطبيعتي نبغي نوع يعني نغني ستايلات مختلفه فا يعني كانت الفكره يعني زوينه انه نخدم مع فان واكيد كومي يعني اللي درت واحد التوليفه زوينه الاغنيه كانت بكلمات خديجه محمود بالرحيل والبارت ديال الراب كومي وتوزيع دي جي فان وانتاج دي جي فان فصافي بليزير يعني درت واحد التوليفه زوينه اي طبيعي حيت انت كنتي جالس تخدم مع فان مع رضوان في الاستوديو ومن بعد قلت لي علاش لا ما ديروش واحد البارتي غاب الفكره ديال فان ياك عيت الكومي ديك الساعه وي كنت خدام مع انا بالرحيل في التراك جا عندي استوديو كان عندنا لا ماكيت من امتى عندنا لا ماكيت جا عندي هو نوبال الملحن دايوغ اللي كنحيوه بونجور نوبال عزيز عليه الفرنسيه دونك كنا خدامين ومع البيت شويه ار ام بي هيب هوب وانا نقول علاش ما عيطتش لشي واحد في الدراري اللي رابور عيطت الكومي عجباتو الفكره قلت له يلا باغي ندير ميلونج بين الدراري كيغنيو بوب اورينتال مغربيه والدراري كيديروا الراب باش ما يبقاوش هذوك لو موند شي مفارق مع شي بحال بحال ما كيتحملوش الوغ كو سي دلا يمكن يتخلطوا زعما انا عاود درت كومبين ولا واحد طاجين عاوتاني كيما في كندير باش نقول للدراري راه ممكن تجمعوا ممكن اسماء المنور تغني مع مسلم ممكن بيغ يغني مع سعد المجرد ممكن يمكن يتخلطوا لي ستيل غير خصهم يزعموا ما يبقاش هذاك ما عرفتش اش نقول هذاك الحشوميه ديالهم البنات ما تيزعمش على لي ستيل ما تيزعمش على الميلونج خصو يدار مزيان باغ كونتر اول مره محمد نوبان يعني تيلحن هاد الستايل يعني فهمتي صدق الستايل ديفيرون هذاك اللي كنتي درتي قبل اكزاكت حاجه اخرى اكزاكت انت كومي باش نقول لك صراحه اول مره ندير فيتورينغ في هذا لو ستايل وصراحه جاني ايزي زعما ماشي سمعت الموسيقى وقلت سي ديفيرون يعني لو طون ديجا لو طون شويه امريكاني دونك لقيت راسي ديجا في لو تيتر بخير سي بون الحوايج اللي كيجيو بحال هكا في الموسيقى عادي سامبل زعما ناتشورال الو اجي بلا تعقيدات بلا لا عطان شغل عني تعطيني شغل نعطيك نورمال سي كول هذا سي بون بروجي اللي كيداروا هادو سي ليسبري اللي خصو يكون في البروسيسوس ديال الكرياسيون هذاك هو ليسبري اللي يكون اما الا كان ليغو راه ما عمر البرودوي ارتستيك كيخرج زوين انا ديما ماشي كنقول لي زارتيست كيجيو عندي الاستوديو حنا هنا قلنا بحال بحال ما كاينش هذا احسن من الاخر ولا هذا زين على الاخر ولا هذا واعر ولا كنا بحال بحال جينا نخدموا في ستوديو ما تتبقاش الستاتو ديال هذا واعر هذا ما واعرش كنا بحال بحال ديك الساعه حنا خدامين على ميم برودوي بخير جيسبيغ كاع الناس يكونوا بحال هكا ما كرهتش باش تكون عندها بزاف لي برودوي زوين وي بخير في الاخر باسكو في الاخر في الاخر في الاخر هذه راه غير موسيقى سي سا تو اي كيخرج اغنيه زوينه كومي قال على انه الى انت تزوجتي الاغلبيه الفنانين غادي يتزوجوا اللي يخدموا معاك اللي مولفين كيتلاقاو معاك جو كونفيرم كاينه واش انا صور السيل العظيم حبس عيالات انت هو اللي مي سي فري انا كبرت معاه راه تنقول ليه الوالد لا دوك هو المثل الاعلى ديالك كومي الا ما تزوجش هو ما غاديش فان غدير معقول يوم وانا ديما معقول لا المعقول على قبل المعقول هذا
هذه الجمله اللي قلتي ماشي لوجيك، المعقول على قبل المعقول، المعقول على قبل المعقول، هذه المعقول على قبل المعقول. غادي تسول، غادي يعطوك 100 ثانيه، غادي تهضر مع واحد السيده وغادي اسبان جو سي المعقول، سي جو المعقول، اسبان جو. انا عرفتني متى كل معقول ما تيح من التحت. لا، وغادي تسول السيده وغتسول انت على قبل المعقول. صافي السيده، يلا وجد الاسئله ديالك. انا واجد. وجدتها تقول لها انا واجد. غتسولها انا قبل ما اقول اسئله ديال انت السيده اللي غتزوج بها اللي على قبل الحلال. شنو الاسئله اللي نقول لها؟ سول انت هي غتسولك وانت غتسول. الله يسخر، الله يسخر لك، الله يرضي عليك اوليدي. سميتها هاجر. صباح الخير هاجر. وي صباح الخير. وي بونجور هاجر. وي بونجور سا فا فوز الي بيان. ليلى بخير الحمد لله. الحمد لله عزيز سيفان سافا. سافا الحمد لله. انت لاباس؟ سافا الحمد لله. انت بغيت ندير لك المعقول. بادون؟ انتم راه غديروا معقول ياك هاجر؟ وي. يلا غديروا معقول. هاجر تسولي اسئله على قبل انت الحاجه اللي تبغيها في الرجل المستقبل، واخا؟ داكوغ. يلا. 100 ثانيه سولوا بعضياتكم، سقسوا بعضياتكم بالزربه. الوغ انا؟ ليديز فيرست. يلا بدا انت. Alors, ben, pour me connaître, je suis Hajar, je suis ingénieur agronome, Andy, 24 ans. Ou, puisque je n'appelle pas cool, j'aime bien les hommes qui sont sérieux. Ou, je suis bien aussi que Rajoul Makoul. Et, quoi d'autre? J'aime bien les gens qui sont fidèles. qu'est-ce que tu aimes exactement? C'est une femme d'avenir. اسكو جيم والله مازال ما لقيتو، والله مازال ما عرفتوش كاع شنو هو. لا ما يمكن. لا يمكن. اش ولا موفيز بيرسون بور فير سو جون دو تروك ميك. الفرنسيه قلتها لك. اش غنقول لك؟ الا زدتو مود معقول راه ما غاتحملينيش هاجر، باسكو شوي تخي معقول. انا جو سي تخي معقوله. داكور، اشنو هو المعقول عندك هاجر؟ بينا فيك. معقولة سي كو عندي معقول معقول دونك باين شناهي اون بيغسون معقولة باينة. لا شناهو المعقول عندك؟ معقول هو انك مثلا ما تكذبش عليا، ما تخبي عليا حتى شي حاجة، تكون فيدال، تكون سيريو كونت إل لو فو، و فوالا. هذا هو المعقول. فوالا. أنا المعقول عندي هو الصراحة. اللي قلتي ما كاينش الكذوب، لا ديسيبلين، شيرين از كيرين، اشنو اخر؟ بارك عليها، بارك عليها. هو كومي قلت لك انا شوي نول، شوي نول ميك. انت فريمون، انت فريمون، انا شوي نول. انكرويبل، حشمتي، كنحشم، سي لا فيغيتي. شوي نول، انا عطيني الموسيقى و الطبيعة والحياة. وحلت يدير شي كونترا. المعقول لا لا انا المعقول. اخويا قول شي كلمة زوينة. شي كلمة زوينة. عيطوا لي يدير شي اشهار، فهمتيني؟ خويا عاود عيط لهاد السيدة انا نقول. واخا غادي. غادي. يا مسكينة انا نخلعوا عيط لها جار حشومة عليك. بلاتي. غادي نسولوا السيدة. شنو بان ليها في هذه الهضره هذه اللي هضرتي معاها وفي هذا الكلام؟ مازال ما كملتش انا قلت لها حوايج. وانت وهي هضرت اكثر منك. ولقيتها خصك تهضر ما هضرتيش وسولاتك ما جاوبتيهاش. سولاتني الله ما رانا نجاوبها حشومه عليك. لا بلاتي غنسولها هي. ليديز فيرست. كورس. غنسولها هي شنو بان ليها من بعد الهضره هذه اللي هضرت معك. هاجر بكل صراحه شنو بان ليك فان؟ انا بان لي فان كيف كيهضر على المعقول الوغ كو هو كيبان لي من هضرته ماشي معقول كيهضر وكيضحك. لا سيتياسيون فاش جالسين حنايا كلها ما معقولاش. لا هاجر واش كاين شي واحد بلاتي واش كاين شي واحد تيجي صافي بركه واش كاين شي واحد تيجي حمومه ويت راديو تيكون معقول. هاجر تصفيق هاجر هاجر الصراحه راه خلاص صراحه هاجر تنطلقها مني ليك ونقول لك اشنو المعقول. ما غنتلاقاش معاها بعدا اصلا انت باش تقول لها عندها الحق حيت لقيت هذا المعقول شوف كيقول لك الضحك يفسخ البيع. انا ماشي بيع وشرا يا خويا. لا لا البيع بجميع هو كومي كومي صراحه
عطي شويه ونهضر بلاصتك انا معقول ولا كتجيوني كوكم بحال ما نقدرش ما نقدرش هزار الصراحه ما نقدرش انا اوني لايف كاين بزاف الناس المهم انا نتشوف ليميسيون جبالي انت في الشيء اللي بينا فيك ما انا باش معقول انت لا الساعه لا فوالا سي سا وني كيف ما قال لك اصلا الجود المعقول دخلنا على القبله واش انا جاي عندك تضحك معايا وبغيت نكون معقول كيف امبوسيبل نكون معقول عند المغني اخبارك قال لي على المراه ديال الحياه ديك لا فام دو تافي تقدر تلاقى معاها في اي وقيته بصح خاص تكون واجد ولكن انا واجد تضحك معاها الراديو واجد خاص معاها معلوم هذيك الساعه ماشي تقول لا ما كانتش الوقيته ديال الحقه باش انا نقدر نقولها انا نقولها لا ما عنديش مشكل لا الوعره هي هذيك ديال الافلام تيطيح لها الساكا ولا شي اوراق كليشي عنده مع شاروك خان بزاف ولا الوعره تقول لها وزورخ ولا ملكي مرخيه تطيح عليك الاوراق هذا هو المعقول والله يقول انا ما عنديش مع البنات اللي كيطيحوا الاوراق ديالهم انا لا تحت الاوراق تطيح الدراري بالك علي وغادي نتكلموا على الايكيب كامله يتكلموا على 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 الاغنيه على الكليب على البروجي على على رضوان برحيل مع كومي مع فان على قبل جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انت ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح اللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح انايس واقش ولا مشيتي ما غنطيح خاصك تعرف الله يخليك ولا حاجه تاثر فيا يعني ما ولش عليك راه منك كيني دميا كمل انا حياتي عايشها بك ولا بلا بيك ونزيدك بلاتي هذه اغنيه ديال الطوموبيل فهمتي حاج سراجم وغالي فهمتي تسافر ولكن انت اللي ما عندوش طوموبيل اغنيه تاع لي زيكوتور تاع التليفون تاع فهمتي انت وانت غادي شاطريق لا انت غادي شاطريق وهي باقا كتهضر معاك باغ اس ام اس فهمتي باغا تهضر معاك مازال باغا عاوتاني تحيي العلاقه معاك فهمتيني وكتصيفط لك تشي مومون بيب فهمتي صيفط لها انت اللي وقع عليها هادشي صيفط التراك ديالنا يوتيوب لينك صيفطوا لصاحب تقول لها اللي في جهتك ديري دابا لا كان ناقص واحد لاسين هي مثلا يشد ليا كومي التليفون ويلوحوا من الطوموبيل صراحه هيدا هذا باش بركه من المعقول انا كون جي فيو لو كليب جو سافي كو سالي سالي كريي واحد شويه ديال البلبله بين الناس باسكو الناس نو سون با ابيتوي افوار ان كليب سان سيناريو دونك لي بنادم طلقها تسرح و سافي دو تري بون بريز باسكو لي جون سون سبونتاني اللي في الكليب كو سوا pour les filles qui sont avec vous ou l'antoma ou le chien ou la c'est des éléments les mazalin jdad ولكن tu as fait attention au chien dans le clip j'ai fait attention au chien très important le chien d'ailleurs il est pas dans le casting il m'a appelé il est pas content du tout hein ouais, il était pas c'était pas prévu le smith le make-up artist le Adil Adil جات ليا كنيتو هو الكلب ديالو سيتي دو شيان زوينين دونك فازت بارتي دو لامبيونس بس سي سا ان فيت لامبيونس سيتي سبونتاني شي لاوت بين لي جون ديال دابا دونك خاصنا نتعودوا على دي كليب اللي هما بحال هكا كي نو ريسامبل ولاد الوقت ديال دابا اي بور لا شانسون يافي دي زيليمون ديفيرون كو سوسوا دي جي فان كومي ولا رضوان برحيل ولكن كل شيء تخلط بور دوني ان بون تروك اي شاكان سي ديماركي بسون بروبر ستيل ماشي سيتي اون فيوجن كومبليت مي انا ريكونو شاكان اي سيتي بيان يافي لا سيغناتور دو تو الموند تبارك الله عليكم ابري دي جي فان سي اون فالور سور رضوان سي اون بيل فوا Et comme je l'ai découvert, Chouaïa, c'est top. Donc, écoute, je pense que. Merci beaucoup pour ce. Hada Wal Ma'koul. داتنا بحال هذاك البنات اللي كيديروا لا كونكلوزيون دو ريونيون سي كو تي كوني هذاك لا لا جو لا سرنا كي لا ما كتقول والو من الاول للريونيون حتى الاخر في الاخر كيقول لها ديريكتور الو كيسكو زون بونسي مادموازيل كريما جو كي غمزه بوز كيسكو زون بونسي مي alors je pense que aujourd'hui nous avons fait un travail qui a rassemblé un peu tout le monde je trouve que vraiment et toi من الاول للريونيون كتقول شكون تخيتي كاسكو nous a fait la même chose كومي كيشوفها شكون هذه لا لا الصراحه جبناتني كيفاش هضرات سي بيان فريمون مزيان براو
très très bien. Alors attends, mais attends. بلاتي هاي لحاس الكابا صاحب حدا رضوان صاحبي ريدي ناو ولا ولا بغيتي توجد شي حاجه تختار شي حاجه نستناو شويه نستناو شويه واخا دابا ناري ناري قفلت ناري ناري ايوا انا شفت الكليب هو زوين الفيديو زوين الفكره زوينه ديال الرحله ديال الشباب عجبهم الحال وداكشي ولكن الكلمات رضوان كيقول لها اللي بجهد كديري هو حنين زعما بحال كيقول داكشي ما مقتنعش بداكشي اللي كيقول الاحساس ديالو راه حيت ما يقول انا راني خديت قرار بلا بيك باش باش فهمتي باش كاين الباك اب باش يبقى الباك اب باش تلقى كيفاش نرجع الله يعاونك اتصلنا عليه حنا بجوج ضروري اخر عليا خويا ما كاينش نديروا هادشي ولكن ولكن رضوان كان حنين وحنا نجيبوا هاد التاصر نينجا 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 كابوتو ولكن زعما جديا الكلمات زوينين غير هما قاصحين شويه في حق في حق البنت لان كنلقاو كيف ما قال مومو كنلقاو زعما كاين واحد القسوه كبيره في الكلمات على البنت هذه شنو ما كان الحال لان كاين عندكم واحد الجمهور كبير كيسمعكم غير شي شويه كبروا بها اكثر ما طيحوا بها لا فهمتك ولكن هادشي تيبقى في الاخ فهمتيني حنا ماشي ما عندنا زعما حتى شي عداوه مع بلاكس حنا راه عندنا خوتنا بنات عندنا والدينا غنجوجوا واحد النهار سي او فيلينغ فهمتيني هي موسيقى كتبقى هي موسيقى يعني ماشي زعما كلمات اللي بجهدك ديري ماشي زعما ماشي سيتوياسيون ماشي زعما دابا حنا الفو با جينيراليزي سي سيتوياسيون بارمي دوت كاين دي سيتوياسيون بحال هكا انا متفق معك الكلمات ديال الاغاني كلهم الاخرين كيعطيو البنات بزاف كاين هذاك ماشي المغني لي بارولي وعلاش نقول لك علاش حيت ما كاينش بزاف الاصوات البنات اللي عطيو للدراري كاينين كما كاين بحال بارابور الدراري والدراري كثار داكشي علاش ولينا نسمعوا بزاف البنت كتسمع كتسمع بحال دابا منال انا عجبتني منال سي ديفيرون تاع النوع لا واخا القصه كتبان مختلفه ولكن بعدا كاين فيها كاين فيها واحد البنت كتاخذ واحد القرار وسيد هذا الموقف شتي باش تعرفيني انا حقانيه مع منال درنا كتخاصم عليا على الرجال ومع الدراري درنا كي ولكن في الكليب ديال منال فيه العنف حيت دفعت فان واحد الساعه راه يلاه بنتي الجمعيه لاني العنف ديال الرجال اي بور دو ديال كيما منال فو با جينيراليزي نو فو با جينيراليزي سا ان كا غالي واحد الوقيته كتبغي تلاقى معاه واحد الله عليك تقولها تعيط لها في التليفون تقول الو وي الو وي صافا سمعت رضوان واه سمعت رضوان واه كلشي واه 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 كومي واه كومي واه واه صافي الله يسامح صافي فين انت دابا خليك بعيد اخويا دابا خليك بعيد اخويا مومو تغازلت لا لا ما تشوفش تغازلت كيف بغيتينا نكونوا معقولين بس ما كنت سواء رضوان سواء هذيك غنى حنين غنى هذيك اللعيبه ديال الاوكا وما تعرف فهمتيني باك اب اخويا ناخذ قرار اخر ولا شي باش تكون فاش كان شاد الطريق واحد الوقيته فهمتي صيفطات لي ميساج تي مومو كويب فهمتي جاوبها جاوبها مو اوسي اي بوركو اون سوا با شوف ريبونس جي بزوان ان بو دو طون بيزو نقول ان الفن دائما كيمثل المجتمع لانه كيقيس كل شيء هاد الكلمات اللي كيجيو راه كيعنيو بلي كاين واحد العنف كنعيشو في العلاقات الانسانيه مؤخرا يعني ما نغيبوش هادشي حنا ماشي العنف نعيشوه يوميا بشكل او باخر في الشارع من خلال التحرش ولا بطريقه او باخرى ونزيدو نعيشو عاوتاني حتى عن طريق الفن المفروض انه هو يزيد يحسس باللي كاين حاجات خايبين في المجتمع خصنا نبدلوهم بطريقه زوينه بشكل فني راه ما كاين فنانه كيغنوا على شي حاجه اللي شايفينها اللي عايشينها اللي حاسين بها دوك حاسين محسوب هذه القضيه هذه ومن بعد واحد القضيه كيف ما قلت قبيله راه كتبقى غير موسيقى هي راه موسيقى ولكن في نفس الوقت راه غير موسيقى يعني واحد الوقيته ماشي حيت هما غناو غناو على البنت ولا شويه مجادين راه ماشي معناتها انه كل شيء ولا انه دابا كاين وكاين كنغني كيطلع ودابا الحاجه اللي مهمه وانه خصكم تعرفوها وانه دابا حنا كنفهموا اش كيقولوا هما حيت هما مغاربه وكانوا مغربيه خصكم تمشيو ترجموا داكشي اللي كتصنتوا ليه اكثر وقيله راه كفس من هادشي اكفس من هادشي وراه حالتو حلو راه كاينش اغاني تفهموا الكلمات باش تصنت لهم ولكن هادوك كيدوزوا عند هادوك امريكان ولا اوروبيين عينهم خضرين حيت ما كنفهموا والو عينهم خضرين هي الاولى بعدا لا ما حيت ما كتفهموا والو ما كتفهموش كلمات زعما مزيان مع لا برا ماشي مغاربه المغاربه ضروري ماشي تتمنى السكانير معلوم حيت كتفهم بصراحه حيت كتفهم الكلمات حيت عندنا هذيك حنا عندنا واحد الكومبلكس دافيريوريتي بارابور الغرب باقي ما باش يحيد الله يعفو علينا منه
فات المجتمع دونك اي حاجه جايه مع على برا احسن دونك راه يقدروا يسمعوا ديسك مكفس في لي بارول واخا فاهمه ويسمع ديسك احسن منه في لي بارول المغربي ولكن يقول له يعني اش تيقولوا ما تيقولوا والو اش زبل راه نتصنت الامريكان احسن حيت واعرين راه عرفنا واعرين راه لي مويان رانا ما عندناش لي مويان وكنحاولوا نديروا احسن منه تحركات اخويا تحركات وتبدلات والامور تحركات ولا 100 كاين واحد مثل معروف كيتقال ان مطرب والحي لا يطرب يعني أي. دائما داك اللي كيغني في الحومه ما كتسمعولوش ديما الحاجه اللي جايه من برا هي اللي كنسمعوها هذا غير عندنا حنايا هما المطرب الحي عندهم كيطرب لا سامع مثل عربي شوف احسن مثال على انه راه تبدلات الامور ولا انه القضيه غادي كتقاد الحمد لله والناس كي احسن مثال هو غنشد شوفكم كاملين من فوق شويه من فوق شويه من فوق شويه حيت ادي اغنيه مصوبه خرجات نفس الوقت مع الاصليه ديالها مغنيه بالدارجه اي بس ستراتش لا ضربات صغيره من الاوريجينال وتصنتوا لها الناس البارح كان عيد ميلاد ديالها صبري واه حسيت تفكم كاملين مفوخ شويه خلاصه القول البنات كلهم عزازين علينا سيرتو بنات المغرب وحنا راه ماشي تنافقوا ولا شي حاجه راه قلت لك عندنا خوتنا وعندنا مواتنا وترحمقوا عليكم وواحد النهار يكون عندنا ولادنا وعيالاتنا وهذا الشيء اللي كاين هذا الشيء كله كيبقى في الموسيقى هو اللوف بيس ضريف والله حتى ضريف هذه الهضره اللي كيقول واحد وكيمشي فهمتي راه بلاصه زينه وكل شيء راه بيس il faut l'apprendre comment travailler artistique سيتوياسيون في المجتمع حيت كاين بزاف تلك الا جينا نهضروا على كل لاكار ما غنساليوش وي الوغ انا سي فري لاحظت نفس الملاحظه وي الوغ انا لاحظت نفس الملاحظه اللي قالت لميا كو سي فري رضوان برحيلتي غنيتي واحد لي بارول بيتيتر ما كيشبهوليكش لداخل بزاف هو شي انا لاحظته شويه في الكليب والملاحظه الثانيه هو دابا فهمت شرحتيها فان كوم كو زعما سيتي جوست ان فواياج و ان بارتاج et dans la tête mais sinon pour le titre il est bien très belle voix et كيف ما قالت انايس كل واحد بقى بلا سيناتور ديالو et voilà donc شي مكان شويه ما لا جاي قاري بلوكيتي لا حيت هو معروف بالحيس الكابا مجد بزاف فهمتي لا ولكن قلتي لي كان عليك تخليه تميك لا هو كيكون بغيتو زعما يدير لكم شي حاجه كثر احسن من هذا بحال ما سمعناه لا ولكن حنا راه ماشي بنادم داكشي علاش راك عارف لا ماشي سباك هو عنده واحد العلاقه وطيده مع المغنيات شتما فين اصاحبي شتوجور شتما في هذاك نوزا في هذاك السبيتش ديال لو ستاجير لا ريونو فهمتيني ستاجير اللي ناض بهذيك الوقت بون الوغ جو بونس كو جوردي سي بون تو سمعنا لك حيت خصنا نسمعوا لك فهمتيني ماشي لا هو سي كومونس نو مي نو مي فريمون حيت ما عنديش الكاسك واش حيت سي نو انا حيت عطيك كاسك يلا عطيك يلا عطيك لا هو سي نو لا دابا مزيان ميرسي بور لاسين Allez, non, 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 on va tout oublier. Ok, on va faire. Attends, bouge pas. J'ai le stylo de Man in Black. allez, rock. Allez, S-Man pour. Allez. لا ولكن شوف لا صراحه غادي نعاود نقول زعما لي ميم باغول سي كو باش لو كليب رضوان برحيل كان تيقول لي باغول انا حسيت زعما ما كيشبهوليكش بزاف وشوف نقولك واحد القضيه صراحه ماشي بالضروره الفنان يغني شي حاجه اللي تكون تتشبه يعني ماشي بالضروره تيغني واحد لا سيتوياسيون اكزاكتومون بحال الممثل مثلا اه سي سا اكزاكتومون تي 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 اكزاكتومون تعرف شو كيف الداخل ديال سميتو يلا شنو واكل البارح يلا هاي شنو كان يوم الصباح عارف شو كيف الداخل Et puis pour les clips, ça va Van Charlina, donc voilà. Pas un clip. C'est un trip. C'est un video trip. Et. Ouais, les prods, le refrain très entraînant, très entêtant, tu parles que de marque, tu as une psy félix. Je venais à Erdogan, je venais à un autre style, un univers musical, les mêmes ou elles fauchent, ou à Tamzian,
كوم يخلص بلا ما نهضروا عليه راه رابور دونك سي ان في تي تي تو تيغان يعني فين ما حطيتيه على الهاوس ولا الالكترو ولا الار ان بي ولا كاع شي حاجه مغربيه غادي يحط عليها فلو ديالو فان ماشي عاده نقدموا ولا غادي نهضروا عليه فان سي فوالا دكتور فان يعني العياده ديالي ما تيحط يدو على شي برود ولا ان بروجي تنعرفوا بان لو ريزولتا كاين بارابور او كليب ولا كي قالوا فيديو تريب انا بالنسبه ليا سي بالعكس راه تعاود واحد القصه شنو هي القصه القصه ان رضوان ما بقاش مع هذيك صاحبته ومشات هذا الشيء ما شفناهش ما فهمناه ومن بعد تنشوفوا اللقطه لا دوزيام بارتي دو ليستوار ديال صحابو جا وداوه باش يفوج دونك تنعيشوا معاهم داك التفويجه وهذا لو تيتر ما كرهتش كون كان عندك معاهم فيتورينغ هيستر اللي عطاوني هيستر ولا ندير لي باك مع كوبي باش ندوز معاهم هاد الخمس ايام داك لو كليب فوالا هادشي اللي كاين شوف مالنا حنا خاسرين كل شهر نديرو فيديو تريب ما عرفتش واش في اخباركم حاتم سي لونسي دو لا غيزاسيون دو كليب دونك لو بروشان كليب ولكن باردون اي سي لونس كو دون لي كليب بحال هكذا اللي فيهم خمس ايام كلشي مخلص فابور غير هاد الكليب هذا كيديروا صافي هادشي خدم لي معاك سي تري تري بون جهدك يديري جهدك يديري انا عارف راسي مليح الوغ هاد السيده هادي هاد السيده هادي الاغلبيه كيغني عليها الاغلبيه كي دكدكتوها تكرفصتوا عليها كومي حشوم عليك هو كان حنين معاها جي انت تكرفصتي عليها خصنا نعرفوا شكون هي هاد السيده هادي اللي كلشي كيغني عليها شكون هي هاد السيده هادي شكون هي؟ انت تعرف اخويا غادي نديروا لها تحديد الهويه. ايه جاب الله على انه انا كنعرف الرسم مزيان. دونك جبت معايا القلم والاوراق باش نشوفوا لو بورتخي روبو ديال هاد السيده هادي. تعرف لا باش نعرفوها باش نواسيوها باش نعيطوا لها. دونك غادي تقول لي انتوما كومي رضوان ايفان عطوني المواصفات ديالها. غير الوجه. اوكي. صافي؟ عطوني المواصفات ديالها. وجهها كي داير؟ واش داير واش شويه هناك عندها شنو كيفاش كيفاش دايره كومي كيف تنتخيل انا كيفاش تتخيل انت وجهها كي داير وغتشوفها من بعد سمراء ولا لا اللون ولا الدوره ديال الوجه الدوره ديال الوجه نورمال داير عادي داير عادي تخيل اوكي دوك داير عادي غادي داير عادي كاين طير عادي كاين طير متوسط كاين طير لا واحد وش وجهها داير واحد فوالا خاص يكون وجهها داير قلت لك هي الشمس واخا شعرها عينيها كي دايرين رضوان عينيها عسلين لا عندي قلم الرصاص اخويا غندير لك انا عسلين قلم الرصاص اخويا ندير لك انا الفورما الفورما العينيها كي دايره الفورما دايرين ولا مجبدين مجبدين واخا اوكي مجبدين فان خمم ليا في الحجبان كي داير الحجبان واش مقادين واش مصوبين واش غلاض واش رقاق واش مرسومين واش مجموعين واش مفرقين واش مقادين مفرقين ضروري مفرقين واش غلاض ولا رقاق خطو ولا شناهو قلت لك كانوا واش مفرقين ما مو بيزافير قواس با يبدا واخا مفرقين غلاض ولا رقاق الحجبان عادي نورمال حجبان طبيعي ما فيهم لا تطواج لا تخربيق داكشي اللي كيديروا مع تسميت واخا اوكي صافي اوكي مشكل ما تقلقش والله مقلق فما كي داير صغير ولا كبير؟ نعاود نقول انا اللي بغا يقول يقول ديالي اخويا فما كي داير؟ يكون شوي لتحت من فوق شويه بوتوكسي واخا بوتوكسي اوكي بوتوكسي خمم ليا في الشعر قال لك دير المعقول ما يمكنش تكون معقول عند مومو واخا شعرها كي داير طويله قصير شنو الكوب عندها يا شعرها قصير كوب غارسون ولا كوب كار لا يا خويا كوب كار ما بغاش خسر لي الحلم كي دايرها كومي كي دايرها كومي تقريبا بحال هكا الشعر شعر هذوك كوب كار خليك بحال هكذاك خليك راه كنرسم هذاك رسم البورتري كنرسمو وغادي نوري لكم بعد ونبارطاجيو معكم هذه اللي مغني عليها انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح اللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح خاصك تعرفي الله يخليك ولا حاجه تاثر فيا يعني ما عواش عليك راه منك كيني دميا كملنا حياتي عايشها بك ولا بلا بيك ونزيدك
كاي سي بون الشعر سي في الشعر كي خدني الوقت اخويا اش غندير الشعر سي ديفيسيل عينين اش قلتي انت قلتي العينين مجبدين 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 مي قلتي شويه عسلين شويه مغلوقين شي هكا اوكي واخا صافي غادي نديرها عليه شويه بخير اوكي فيرات الزين ولا ما كاينش فوالا سي سا ما خليتونيش نوصفها يلا قولها يلا قولها تصدوا حتى المنخر وانتم تحبسوها صح يلا قول شنو المنخر كي داير المنخر صغير منخر افريقي انا في افريقيا كيفاش اوكي واخا خليه يتخيل منخر افريقي اوكي يلا زيد زيد اوكي تخي بيان شنو اخر واش عندها الموستاش ولا ما عندهاش لا ما عندهاش ما كاينه موستاش لا با دو موستاش لا زيد عندها حبه ديال الزين شي حاجه شي خلاف في الوجه ديالها شي حاجه خلاف ميفاخ لا واش كاين ولا ما كاينش دير دير لا راس ما بقى لا مترسع سير سمو لها انت راه عندك قلم راس عندها خلا تقيبات الزين ضروري عندها جاب لي الله بحال كي كومبوزي شي صالاد اوكي 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 سا مارش شنو اخر صافي هادشي اللي كاين سي بون فاش حاجه في وجهها فاش الودنين اصاحبي الودنين مهمين الودنين الودنين ودني كيداني تخي بيان ودني كيداني صح خاصهم يكونوا مدورين تدويره كامله ولا بلاش واخا تري بيان سا مارش سي بون جو باسكو لا عندنا الفكره واضحه دابا شويه على قبل هاد السيده هادي شكون هي نقدروا نتعرفوا عليها من دابا شويه واش باقي شي حاجه اخرى نقدروا نزيدوها باش نتعرفوا عليها اكثر اسم مدينه جبهه جبهه اسم مدينه بلاتي جبهه مهمه شي واحد كل شيء مهم دونك سي بون تري بيان شوفي في عبد العظيم وهذا ديك الجبهه اوكي دونك هاد السيده هادي اللي كيغنيو عليها الجميع اللي كلشي كيهضر عليها واللي كيغني عليها واللي تكرفسوا عليها مسكينه اللي شعلك كديري انا عارف راسي مليح عليك انت ما واقفش انا كنقدموا لها زعما كنواسيوها وكنعتذروا لها كاع الاغاني اللي داروا عليها غادي تشوفوها من بعد نبارطاجوها معكم هادي السيده اللي الاغلبيه ديال المغنيين في المغرب كيغنيو لها كفصاو معذباهم وتمام كيقولوا لها الصراحه ديالها وكي تكدكدكتوها وخصوصا كومي تكرفت على كومي هاد السيده هادي نقدمها لكم شكي ولات شي ترول غنشتفكم فوق الشوا هي هادي السيده هي هادي اللي بجات كديري اختي خويا تعال اخويا السعديه مجنينه دونك السيده هي هادي والله خويا ديك نيف ولا شنو رون بوان ولكن خاطر كتعرف ترسم المعلم والله العظيم سي اه صراحة من بعد ما درنا تحقيق الهويه ديال السيده هادي ومن بعد ما رسمناها وغادي تشوفوها صراحه كتستحق زعما دابا شهدك ديري انا عارف راسي مليح فيغسو لايف ديال اللي بجالك كل يوم قصة جديدة باغي تمشي دابا نيت اصلا انتي بعيدة وحتى سميتك راه نسيت عيت انا بالتهديد طلع فراسي ما على باليش قولها لك من جديد نمشي تراه ما غنوليش كل يوم قصة جديدة باغي تمشي دابا نيت اصلا انتي بعيدة وحتى سميتك راه نسيت عيت انا بالتهديد طلع فراسي ما على باليش قولها لك من جديد امشي تراه ما غنوليش اللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقف وإلا مشيتي ما غنطيح اللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وإلا مشيتي ما غنطيح خاصك تعرفي الله يخليك ولا حاجة تأثر فيا يعني ما عوانش عليك راه منك كيني نميا كمل انا حياتي عايشها بك ولا بلا بيك ونزيدك بلاتي غادي توريك خاصك تعرف اللي يخليك ولا حاجة تأثر فيا يعني ما عواش عليك راه منك كيني نميا كمل انا حياتي عايشها بك ولا بلا بيك ونزيدك بلاتي غادي توريك
اللي بجهك كديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وإذا مشيتي ما غنطيح اللي بجهك كديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وإذا مشيتي ما غنطيح كتجوني كلكم بحال بحال ام سوري بيبي لا صافي فات عليك الحال لي بجهدك ديري 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 غادي نسوسك وغادي نقول لك ما عنديش معاك ونزيد نبوسك عطيتك دابا وحرت فيك ياك ما نسيتي فين ما مشيت راه هز بيك دموع والبكا القوى البلاص دوس وكان بقى عايق بيك بيك بوس كي غاد ديري كي غاد ديري قولي بيبي بلا بيا كي غاد ديري غي شوفي غيري من حدايا غي طيري طيري قبل ما فيك نتيري الحفلة سالت يلا فرح جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وين مشيتي ما غنطيح واللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وين مشيتي ما غنطيح واللي في جهدك ديري انا عارف راسي عليك انتي ما واقش وين مشيتي ما غنطيح واللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقش وين مشيتي ما غنطيح شكرا جميعا خليكم معنا شكرا لكم شكرا ودعوكم على اللقاء بكم غدا ان شاء الله شكرا